جودة يا كلبة يا حيوان يا تيسة يا تورع، يخرب بيتك إن شاء الله من حالك. مش هل معقول الغيرة والغل؟ موتي يا مريضة، موتي رح تقلب عليك الدعوة إن شاء الله. بسمع أجلك إلهي قريب، قولوا آمين. آمين إن شاء الله. الله يجعل كيدك بنحرك، قولوا آمين. أنا زهرة بلدية، هيك الراس. زهرة بلدية، هيك الراس. زهرة، لا تعليق. مشكلتي أنا إنه أنا مشغولة والملكة ما بتطلع كل يوم، عشان يكون في تشوق لمتابعيني. أنا بعرف إنه متابعين منيرة بدي يعني بطلبوها تطلع كل يوم. أنا بخليكم مشغولة. عندي هلا صفقة ألمسات حبيبتي، مشغولة. من يوم وطالع. زين اسمعيني، من يوم وطالع كل بنت مكيودة مكيودة وحقيرة وحيوانة وكلبة وتيسة وتورة تبعت لك هيك. قرشي حسابها وخلي فانزاتك يفوتوا عليها وبس. أقلك ما تنشر حسابها، أعطيني خبر بس. أعطيني خبر طلعي لي على الساحة الفنية وحطي فيديوهاتي على ستوري انستغرام. ماشي. وأخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها المكيودة. لو نسيتوا اللي قرا أنا أفكركم باللي قرا. إيه؟ ولو إيش؟ لو نسيتوا اللي قرا هاتوا الدفاتر تتقرا حبيبتي. والله الشنطة اسمك بس. ابعتلي البروفايل تاعك واقرا اسمك لأجل أجيب عنك خبرك من أول ما انخلقتي لليوم. واستحكي من منيرة شو بدها تطلع فضايح عليكي. والله ما أرحم حدا من يوم وطالع. احترموا نفسكم، احترموا نفسكم. إيش هاد؟ إيش في مالكم؟ تغب حالكم. إيش في؟ تدعي ليش؟ ليش تدعي على البنت تموت؟ ليش تدعي عليها تموت؟ ليش تكرهيها؟ ما بتحبيها؟ ليش بتتابعيها؟ ليش وقفتي لها التفاصيل؟ ولا مدودة؟ مدودة شوفي لغلوغي، ما عندي لغلوغ انا. الله لا يرضى. مين الشم؟ الله يرضى عليكم. لا تعكروا لي مزاجي وتعكروا مزاج ام الزول. روحوا استريحوا، روقوا. لا تخلوني أطلع الساحة الفنية، خليني قاعدة ورايقة بس. أعطينا حبة براضي يا حبيبتي، ما هو بالشتاء ما في إشي نعمله غير نحش مسلسلات، من مسلسل لفيلم، من فيلم لموفي، من موفي لمسلسل، من رواية لمسلسل. هلا إيش حاطط لنا مسلسل؟ شو هذا؟ التسرية. التسرية هي والسراب. هي والسراب. هلا الدمار طبعا. ريدة بدها تحضر اشي اجنباوي. بدها تحضر حياة والسرعة. شو عاملين هالكاندل؟ شو هالكاندل؟ الغازة والغازة والمانجو والكاكا. والله كثير عم تجيكي شغلات يا والله يا حبيبتي. انا كل اشي هدايا بيجيني اكل، يعني كله فوق بالبزر بيجاني حاجات. يعني عجبت بس كم الصبايا دول جابوا بذل وميد استفقدوها بهالبذرات. عرفوا ان هي بتحب هذا البذر، بتقولكم تقبري قلبي الهي حبايب قلبي. تقبري عداكي الهي يا امي. ليش تحكي هيك حبيبتي؟ الله يقبروني هالصبايا الحلوين. بجننوا انه ولك في احلى ولك في احلى واحلى من البنات. شوفي ما احلى هيك العالم هيك البنات. الحب احلى بين الحب وبين طبعا الكل ابشع منه بالدنيا ما في، بس الحب لاحلامي بالدنيا. تلاقوا الناس هاي اللي بتحبوه بتحبوا بعض، بتحبوا بعض عن جد، بتحبوا بعض عشان تعيشوا بسلام. بعدين في احلى من البنات اللي بتجي خلفته كله بنات. ولك اشكر ربك ليل نهار وقول الحمد لله على هيك خلفه، انه ما في احن واطيب من قلب البنات. كل البنات عزوه الكم، سند الكم بالحياه. بكفي لما الواحد يكبر بالعمر ويختير، مين بيطل عليه؟ مين بيطل عليكم؟ مين غير البنات؟ بتلاقوا البنات لو كبروا صار عندهم مليون ولد وبنت، ما بي يعني بضلوا حنين على الاب والام، ما بتركهم. اما الشاب غير،
شو خلص كل شيء بمرته وولاده وحياته، بس البنت تقبر قلبي مع حنها. ريتني ريتها تقبر قلبي كل بنت بتتابعني، ريتها تقبر قلبي كل بنت بتتابعني، وريتني أقبرها إن شاء الله، ريتني أقبرها إن شاء الله. كل بنت كيوت وبتحب الشر للبني آدمين، ريتني أقبرها. أعطيني حبة ولد غريب ولك هات ولك مثل سريالتي وانتو بتصور كل إشي بيصوروا. صاحب بزر حطاني بيصور أكل في المطعم بتصور في الخزانة بتصور ضب الحال كن أحسن كن. شوف فيديو صورة جيبوا مصور خلص خلصنا جيبوا مصور واستديو افتحوا لك الأكل. ولك هات حبة ولك هاتي حبة بنين شوف ولك هاتي حبة برازة ولك غريبة غريبة شوف بتصور. فتحوا العلبة فتحوا بنين شوف يوريكم المنظر. فتحوا الغريبة وفتحوا البرازة فتحوا المعمول وهن لسه بيصوروا. طب ايش؟ طب ناكل احنا يعني. فتحوا الغريبة تتعرفش قصة هذا الدبدوب؟ هذا الدبدوب كتير ليزي، كتير حدا ليزي زي يعني. انتي تقبريني، انتي في احلى منك حياتي. انا مش فاهمة الواحد ايش يعمل غير ياكل. كل اللي رضى عليك يما يلا حبيبتي قلت فيها عشوكينا هاتي عشوكينا بالحبة والكلة والكلة سمنة. أسكي إيش السمنة أصلا؟ كلها سمنة. لا بس حبيات خفيفة بتشكل ما بتلعي النفس كيفا. طيبة بس أنا خليني على الفواكة. ويكو ما سكتوا من مبارح ما سكت هذا ما سكت فرا بعض ورا بعض. شوف لي غلط والله كاكا شوف يا حبيبتي.